في خبر آخر، أصدرت المحكمة الأوروبية اليوم حكماً يقضي بإلغاء اتفاقية الشراكة الصيد البحرية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والذي يشمل سواحل الصحراء الغربية المحتلة بسبب خرقه للقوانين. ونشر سفير البوليزاريو بأوروبا تغريدة تفيد بأن قرار اليوم يأتي بناء على طعنين تقدمت بهما جبهة البوليزاريو سنة 2019. ويأتي هذا القرار أيضاً في ظل المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من الأراضي الصحراوية المحتلة.